دايرين صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لاول مره تشوفي القناه ديالي ما تنسيش ديري ابوني، ما تنساوليش من لايجام لي كومونتير، ومرحبا بكم، مرحبا بكاع الكبيدات الجداد، بزاف ديال البنات تبارك الله دخلوا جداد لعندنا، فمرحبا بكم. اي سؤال اي حاجه خلوها لي في لي كومونتير، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتواصلوا معايا يهضروا معايا اولا يشوفوا يوميات ديالي. ومرحبا بكم في هذا الفيديو. غبرت عليكم هذه الايام وليت كنصور لكم دوك الفيديوهات اللي كيعجبوكم. علاش؟ لانه اول فيديو حطيته بداو لي كومونتير رجاء انا راه عرسي قريب، زربي رجاء راه انا عرسي قريب، سربي حط لنا الفيديوهات، رجاء ما تعطليش علينا، راه ما بقى لي والو، غادي نمشي نسافر انا وراجلي، صافي فحال ضغطتوني ولا خاصني نحط لكم دوك الفيديوهات وغبرت من الروتينات. ايوا صافي اختي، حتى اليوم الصراحه كنت اول عليت نصور لكم واحد الفيديو ولكن ما عرفتش، ما عنديش القناه وشعري ما مصاوبش، ملي كنبغي نصور دوك الفيديوهات كنبغي نكون لابسه زوين وداك الشيء. ايوا صافي وجهي ما تديوش عليه، رانا قلت لكم في اخر فيديو ما عرفتش مال وجهي، كليت شي حاجه ضراتني. شوفوا الحبوب هنا، الحبوب هنا، حبوب هنا، ما عرفتش راكم عارفين وجهي نادرا فين كيكونوا فيه الحبوب الا كليت شي حاجه ولا هذا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، تضحكوا عليا ولكن ديما كينوضوا لي الحبوب في هذه البلاصه وفي هذا النص، لا هذا النص قليل اللي كينوضوا لي فيه الحبوب، هذا النص كينوضوا فيه الحبوب بزاف. علاش ما عرفتش علاش، لان شي تفسير تقولوا لي، المهم ما عرفتش كيفاش علاش. هاد الايام الصراحه والله الا نتا دوك الروتينات تهنيت منهم، لانه ما كانش عندي القناه هاد الايام، ما كانش عندي القناه كاع مره. واش غنقول لكم، عطو كوكي فقصاتني مرضاتني، عطو البنات، ما انا كنت عايشه كالم في دارنا، وملي تزوجت عايشه كالم غير انا وراجلي، الراس في الراس، ما كيكونش راسي، كنكون بوحدي في الدار، ديما السكات عندي في الدار ديما هذه، عطو مني جات البنات ومهمتي وعشرة ديال الدراري ولا هي، جلسي زكاي رصاي، جلسي زكاي رصاي، هداي وما نقولش لكم، عطو ردات لي هذا هنايا وفقصاتني عزدي نتا هو فقصاته. ايوا واش غادي نقول لكم، ايوا صافي اختي وهذا الشيء اللي كاين. المهم اليوم انا اختي ضربتها بواحد التدويشه دغيا هكا خفيفه صافي، وغادي نوض ندير شي قهوه نقص نتسنت لعظامي. ديجا الصباح جمعت الكوزينه غسلت الماعن وداك الشيء وتغدينا، لانه تغدى الزوج مشى للخدمه صافي. فدابا غندير شي هكا قهيوه ونجلس اختي نتسنط لعظامي، نشف شعري هو الاول. المهم هاد اليومين كانت عندنا الشتا، ما عرفتش نتوما واش عندكم الشتا، ولكن صبت شويه الشتا هاد اليومين. صافي هادشي اللي كاين، المهم نوض نشف شعري عاد نمشي ندير قهيوه لانه كاين البرد ونخاف يضربني البرد. يضو معايا هنا البنات، حيتاش ما كنصاوبش شعري مزيان مزيان كي كتشوفوا، راه ديجا قلت لكم شحال مره هنا كننشفوا ومن بعد كندير شويه ديال السيروم وعاد من بعد كنعاود نهبطو مزيان بالسجوار، وكيجي هابط زوين، كيجي بحال مصاوبه مزيان مزيان. صافي البنات هذه الطريقه اللي قلت لكم شحال من مره، ديروا اي سيروم عندكم ديال الشعر ديروه. وهنا الكبيدات كنت خرجت اختي مشيت للسوق، تشهينا الحوت ومشيت اختي لقيت الحوت، لقيت الفرخ، وشحال كنموت عليه البنات في الطاجين كيجي واعر. صافي اختي هنا وجيت نيشان كنقي خضيره اللي غادي ندير، صافي بطيطه كيعجبني صراحه ندير فيه الخضره كامله، اي بلاصه كنلقى فين انني نطيب فيها الخضره وناكلها كنديرها. دونك هنايا بطاطا فلفله مطيشه خيزور بصله كلشي درتو. صافي اختي thank you.
وانا البنات زدت باش نصاوب الشرموله، الشرموله ديال الحوت العاديه، عاد كنزيد عليها شي حاجات من عندي، الثومه، الربيع، الملح، الابزار، سكينجبير، الكمون، التحميره. هنا زدت شويه ديال صوص الصوجه، وزدت هنا شويه ديال الخل ديال الحامض، كيعجبني نزيدو هكا كيبنن وكيفتي اللحم. صافي هنا من بعد انا كنزيد هنا واحد الاضافات ديال شويه ديال هذه الموطاد وشويه ديال مطيشه ديال الحك. هادو البنات كنزيدهم كيبننوا، وفي نفس الوقت كتجي هذه الدغميره كتجي خاطره كيختروها. صافي هنا البنات خديت ديجا البصله، خيزو، بطاطا ستفتهم موال تحتانيين، ما كثرتش الخضره بزاف لانه ديجا الحوت كاين كثير تبارك الله. صافي هنايا شرملت الحوت ودرته، وشويه ديال الشرموله اللي كتشات لي البنات كنزدت فيها الماء باش نديرها على الطاجين كامل. صافي راه ما كنزيد فيه لا ما لا حتى شي حاجه، ونقاصت عليه خليته يطيب على المهل. صافي هنا زدت فليفله هكا حمراء، شويه ديال المطيشه، وشويه ديال الحامض هكا الفوق. صافي اختي وخليته يطيب على المهل البنات، وفريمون جا واعر. وهذا اختي هو الطواجين ديالي، شوفوا كيفاش جا، قولي لي عشاق الحوت بحالي، وخصوصا الفرق كي كيجي في الطاجين البنات. ايوا صافي اختي قولوا لنا بالصحه. كبيدات ام اختي هذا النهار الثاني، لقيتونا لبسنا غادي نخرجوا نمشيو نتقداو، وغادي نديكم معنا التقديه ديال الشهر ان شاء الله باذن الله. المهم يلا هو معنا اختي. وهنا البنات قبل اختي دزنا باش نعالجوا الامر، مشينا البنات عطاو لي ساندويتش شحال كيكونوا واعرين، بانيني ولا تاكوس ولا اللي بغيتو، غير هو كيديروا على الفحم البنات كيشويوه، عرفتوا كيجي واعر. ديجا الكفته وداكشي اللي الوسط كيكون مشوي، وعاد كيزيدوا هو تيزيدوا يشويوه، الفريت تا عندهم واعر. من بعد دزنا البيمه البنات، صورت لكم ساعه ما لقيتش الفيديو. المهم اختي دابا دخلنا للدار، غادي نشارك معكم التقضيه دغيا باش نرد كل حاجه لبلاصتها. ما عرفتش واش راكم كتسمعوني مزيان، ما قلت لكم ديجا عندي مشكل في التليفون، مازال ما لقيتش الوقت باش نطلع للرباط باش نصاوبو. حتى البنات راه كوكي قلت لكم رباط ليا هذا هنا، راه ما نقولش لكم راه مقاتني. دخلنا ثاني لقينا قطعت لي واحد المترو كان عندي، عرفتو كيفاش اختي نسات الكاسك ديالها، الاستاذ قال سيل عندي غادي نبداو البنات. اول حاجه شوفوا ما مشيناش كاع للمرجان ولا كارفور ولا شي حاجه، مشينا غير عند الهري. ها نتوما دونك هذه ديال الهري، دونك اختي هذا الشيء ديال الهري هو اللي الاول غنبدا دابا معاكم. دونك اختي اول حاجه خدينا هنايا كلينكس موالفه كناخذ ديال الدلع. الهري قال لنا هذا راه زوين وفيه اكثر من دلع، يلا خدينا. مازال ما عرفتش انا خاصني ما يكونش صافي. من بعد هنايا خديت الماء مزيانة، زوين زوين اختي. من بعد خديت الماء مزيانة من بعد اختي خديت الفرماج، عرفتو البنات والله الصراحة ما عرفتش، ولكن بان لي الثمن جا شوية مناسب ياك، راكم عارفين كناخذ بعض المرات من هنايا وكنمشي نكمل من مرجان ولا كارفور ولا داكشي. دابا هاد المره الصراحه بان لي الثمن ناقص، وكي قلت لكم مشيناش كاع للمرجان ولا كارفور، غادي نمشي هاد سميتو ما مشيناش حنايا كاع، خدينا غير من هنايا من عند الهري، وداكشي القليل بحال الحليب وداكشي مشيت خديته من بين حدايا. دونك انا دابا غادي نوريكم شنو خديت. كي قلت لكم وريتكم دابا كلينكس، المايزينه انا تعطيها هذا الكلب الشكلاط. المهم تي عاوتاني هاد الفيديو غنصورو ولا من حيت حيت الكوكي. المهم الفرماج هاد البكي الفرماج دات لهم الاشاره تاع عيط لهاد الهري، حيت كنقول لهم والله الا ما لقيتها في كارفور وفي بيم زايده 10 دراهم عند الهري على الهري. المهم الفرماج نفس المذاق نفس كلشي، انا ما عرفتش اسمي ديالي. المهم اختي بعد هنايا خمارات والكاكاو الفاني باقي عندي. الكاكاو البنات بعد المرات كناخذ الاخر، كناخذ هذا ديال الاقبال حتى هو زوين. المهم هذا اللي لقيت عنده غير ديال الايديال، ولكن حتى ديال الاقبال زوين. المهم انسالي انا نربط كل حاجه بلاصتها، مابقاش نحبس وندير هذا. المهم من بعد خديت لانشون هنايا، من بعد لانشون ديال الجوده لا تسولوني. من بعد خديت سنيده ديال 2 كيلو، كنستهلكو سنيده بزاف لانه الزوج كيشرب القهوه بزاف. من بعد خديت هنايا هذا الكونفيتور ديال المشماش، مره كناخذ من ديال
ديال المشمش، مره كناخذ ديال الفريز باش كنوع، ممكن حتى ديال المشمش مويان كنعجبني واحد اخر عطو كيبان اللون ديالو زوين وداكشي، وكيقال لي داك راه ديال الحلوى. صافي من بعد هنايا خديت لي بات، راكم عارفين كنخلط ما بين هادي وما بين هادي. من بعد اختي خديت هنايا اللوبيا لادس عندي الشعريه عندي صافي، وخديت العطريه وخديت الثومه حتى هي مازال كنفكر باش نوريكم نسالي بعدا السلعه اللي خديت من عند الهري، عاد ندوز اللي خديت من عند من بيو. المهم من بعد اختي هنايا عندي سميتو الفينو والسميده، كناخذ غير كيلو كيلو كتدي ليا الشهر لان ما كنعجنش بهم بزاف. صافي قلت لكم العطريه والشكلاط، خديت البنات هاد الشكلاط كيتباع بالعبار، هذاك قال لي مر وانا كيعجبني سواء في الكيكات سواء في شوكولا الشو كيجي خطير. صافي هادشي خديت من عند الهري، هادشي اللي خديت من الهري. من بعد الكوبينات مشينا للبيب، خديت اول حاجه هاد البونجات، هاد البونجات البنات عرفتوا خليت فين خديتهم كناخذهم كتحيد لهم هادي كتفصل على البونجه، هادي خديتها من البيب بخمسة دراهم. والله البنات لما كتبقى ما عرفتش شحال كتدي حتى انت كتعياي من داك البونجو كترميها في الزبل. المهم هادو زوينين البنات، 5 دراهم 6 دراهم وقيله فيها 3. خديت هذا ديال السلك راكم عارفينه. من بعد خديت الحليب، كرطوش الحليب راكم عارفين حيت انا كنستهلكو بزاف. من بعد خديت الشكلاط، ما بقاش فيه بزاف واخا كي قلت لكم راه تبدل، ما بقاش كي كان البنات بدلو حتى الامبالاج ديالو راه تبدل والمذاق حتى هو تبدل شويه. جات من بعد هاد الجافيله البنات دايرين ليه 8 درهم و 10 ريال، فيه جوج يطرونس 8 درهم و 10 ريال زوين. وخديت انا هذا ديال الصدامة تعجبني تكون فيه واحد الريحه من السما على لا كوكي. حيت هنايا اختي هاد الباستا خديتها باش نجربها، خديت هادو خلاص راه تنقول لكم ديما كناخذو زوين، وخديت هاد لكوف خيط البنات. المهم هاد الباستا التوما هادو اللي غنجربهم، لقيت ديال الشوكولا وديال الفاني واقيلا، وانا كيعجبني الشوكولا خديت الشوكولا. صافي من بعد خديت رايبي دانونات وداكشي، ها انت اختي رايبي دانونات. هاد رايبي البنات كنت عليكم في داك المره في التقاد ديالي فاتت، هاد رايبي ديال دوست نيت نفس الماركه ديال الحليب اللي كنوريكم ديال بيم، راه كاين غير في بيم، داير ب 30 ريال البنات رايبي 30 ريال. قلت لكم البنات هادو ديال الجميله ولاد الشرقي ولاو ب 50 ريال واقيله، ولا مع 3 درهم ما عرفتش بالضبط. هذا البنات والله انا داير ب 50 ب 30 ريال في بيم، ودانون هو ديال دوست ديال نفس الماركه داير ب 2 دراهم، دانون دابا ولات هو ب 50 ريال. المهم زوينين اختي، صافي غنرد كل حاجه بلاصتها وكنهضر معاكم. دابا نتوما باش كنقول لكم مظاهر في الساعه كتشوفوني غير انا هكا، واخا هذا راه صوره ملونه عرفتوا البنات، هذا راه مني جبت المواعن في رمضان غتشوفوا الزلايف كثار الطباسل كثار الكيسان كثار، لانه مني جبتهم في رمضان ما رديتهمش فخاصني ندير واحد النهار ونقص، لانه هذا البلاكار كنخلي فيه غير داكشي اللي كنستعملوا يعني حنايا يوميا حنا غير جوج. صافي غنرد الشيء الاخر الكراتون ديالهم نخبيهم. صافي هادشي اللي كاين، شنو بغيت نقول لكم؟ قلت لكم نتوما كتشوفوني غير انا وهاد البلاكار اللي مورايا، ولكن الروينه اللي قدامي راه ما كتشوفوهاش بلا ما نوريكم. قلت لكم اختي الروينه اللي مورايا كاع ما كتشوفوها، حتى انا مقاتله غا معاها. دابا شد الحديده ديال عطول النفر، قلت لكم مع باقه صغيره غير كتهرمش ليا كوكي، هي صوتي ما عمر كانوا كيسمعوه الجيران، وليت دابا جلسي سكاير صاي جلسي سكاير صاي مابقيتش كنسكت يا البنات. وبحال عندك 10 ديال الدراري، راه ماشي غير دري هادي، راه ماشي غير دري، الدري مازال صغير تربي راه جالس وتيغوت في بلاصتو بدلي لي ليكوش ونطعي، وهادي راه هادي راه كتنقز نقز 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 اللي قاتها كتقطعها، قطعت لها زيتين الصبر ديال نتوما وقطعت لي في الاول انا الصنداله، وقطعت لي الصنداله الصنادل ديال الدار، ومن بعد تا تكملات قطعت العز الدين صبر ديالته. المهم بلا ما نقول لكم راه فاقصاني. المهم اختي دابا غادي نحيد نحط هكا نرد كل حاجه بلاصتها وانا معاكم. ناري البنات عرفتو تجي دابا في المونتاج، عاد سمعت الفيديو شحال ضعيف في هاد البارتي اللي كنت كنوريكم التقضيه، غير سمحوا لي البنات والله راه على هادشي انا وليت غابر عليكم في الفيديوهات على ما نلقى وقيته باش نمشي نصاوب التليفون، لانه ملي كيكون التليفون بعيد دابا انا كنسجل لكم راه كتسمعوا مزيان، ولكن ملي كيكون التليفون بعيد عليا كيتسمع الصوت ضعيف، فغير سمحوا لي البنات والله راكم عارفين اختي اللي كاين. وصافي اختي هنايا دابا كنرد البنات كل حاجه هكا لبلاصتها، الا قلت لكم هاد البارتي كتعجبني بزاف ملي كنحط كل حاجه في بلاصتها وصافي كتبدا تبان الكوزين
زينه منظمه وكل شيء منظم في بلاصته. كتعجبني كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيعجبهمش بالعكس داك الروينه ديال التقديه ونار ديال التقديه. انا الصراحه كيعجبني ملي كنبدا كنرد كل حاجه لبلاصتها كنفرح كنحس داك الشيء جاي منظم وزوين. دونك صافي اختي هنا كل حاجه كتشد بلاصتها كل حاجه كنديرها في بلاصتها. كاين هنا ملي كنبدا نقاد النيت عندي يدوبوا لي شي منظمات كنقول لا هذه غنبدلها هذه غنحيدها هذه غنجيدها هذه نشريها. وهنا من بعد البنات كنت نرد العشاء هنا تشهينا الجنة وحاكا في الفران. دونك ديجا خدينا الدجني وحات هنايا غسلناهم رقدناهم في الحامض وكل شيء. دابا هنا بالنسبه للبنات الدغميره ديالهم درت مليحه لبزار سكينجبير الخرقوم شويه ديال التحميره صافي. هنا زدت شويه ديال الموطارد غندير الثومه حتى هي البنات الصوص ديال الصوجا وكنزيد البنات حتى العطريه ديال الدجاج فريمون كتبنن كتبنن. زدت هنايا الثومه البنات و العصر ديال الحامض اولا الخل ديال الحامض صافي. وغنخلط كلشي البنات وغادي نخليهم مرقدين باش كيفتاو كيجيو بنانين وكيجيو طايبين مزيان. وغنديرهم البنات في الفران صافي اختي. وهنايا كندست نصوب حتى السباغيتي درناهم هما السباغيتي هنا سلقتها بوحديتها وكنطيب لاصوص بوحديتها البنات فريمون كيجيو زوينين لا سباغيتي ولا الجني وحات كيجيو واعرين البنات. هنا السباغيتي رانا قلت لكم ديجا لاصوص ديالها كندير يعني بمطيشه عاديه وكلشي ولكن كنطيبها بداك الماء ديال لي بات ملي كانوا تسلقوا صافي. هادو مجني واحد ديالنا البنات ملي كندخلهم للفران كيجيو طايبين من الداخل ومقرمشين. المره الجايه نصاوبهم معكم هكا بحال ديال كي اف سي جي وكم قرمشين. شوفوا البنات حليت هاد سميتو هاد الشكلاط اللي كنشارك معكم ديما ديال مرحبا. شوفوا البنات قلت لكم راه تبدل. شوفوا الزيت كي داير ما عمرها كانت بحال هكا. كشريتو كنشري ديما في الصيف في الشتاء ما عمري زعما نقولوا هكا الصيف دايب ولكن ما عمرو كان بحال هكا. شوف شوف اللي كتعرف شي شكلاط واحد اخر البنات زوين بحال هكا يكون فيه هذا المذاق بحال النوتيلا بحال البندق وداكشي تقولها ليا حيت هذا الصراحه ما بقاش ناخذو ملي ولا بحال هكا. وهنا الكوبيدات هذا وقال النهار الثالث ولا ما عرفتش ما قلتش بالضبط. المهم شديت معكم هذا الفيديو مزيان. هنا البنات جينا المرجان وكارفور كنضربوا هكا دويرات. وهنا البنات عاد لقينا هاد البليصه هنايا دايرين فيها بحال الرباخه عرفت شوف بحال الجوطيه بحال فين ما كانت شي حاجه اللي بقات فيها شي حاجه قليله نقصوا فيهم الثمن وجابوهم هنايا. شوفوا هاد لي سوبلا شحال واعرين غير هما ما عرفتش داير لهم مقله 21 درهم 21 كنت كنقلب على الثمن ديالهم. عتير البنات دايرين داكشي واعر 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 داكشي ديال الدوش حتى هما كنت باغا ناخذهم ولكن ما لقيتش اللوين اللي بغيت لانه دابا هما بقى عندهم كتشوفوا بقى غير البياض شي حاجه اللي كانت فيها شي ديفو ولا شي حاجه داكشي نقصوا لهم الثمن ولكن زوينه بحال هكا بحال التبقيشه ديال البال. عتير هاد لي بلونط هما واعرين البنات. المهم اختي هكا دويره شويه شويه شوفوا معنا هادو لي بو هكا ديال ديري فيهم هكا زرعي فيهم هكا شي حاجه كيجي ديكور زوينين او صافي اختي شوفوا معايا. ومن بعد البنات دايزين ويت بان ليا فيما كانت شي وحده عندها متر وستين ولا قل من متر وستين بان ليا هاد النونوس البنات وقلت لها زدي انا درا وقيلا طول مني وي وهزي وغتشوفي. ها انتم اختي متر وستين وقل ها انتم نونوس طول منا البنات.
كبيدات ماما اختي. اليوم النهار الثالث هاد الفيديو ديال التقضيه كنبقى شاده لكم فيه الايام باش كنشارك معكم كل شيء. دونك راه كيف تشوفوا مشينا خرجنا مشينا المرجان مشينا الكارفور، غادي نشارك معكم شنو تقضيت من داكشي اللي خاصني. كيف قلت لكم انايا في التقضيه ديال البارح خديت كل شيء غير من الهري من حدايا، فداكشي اللي كناخذو من تما اللي عارفه الثمن ديالو هذاك هو الثمن ما غيزيدوش عليا فيه، فهو اللي مشيت خديته اليوم انا غنشاركو معكم. وزدت حتى شويه ديال السقاطه الصراحه، لانه مثلا البيمويات البسكويت وداكشي انا كنبغيهم مع قهيوه، كنشرب القهوه بزاف انا والزوج، فكنبغيو شي حاجه كندوزو بها مع القهوه، فنقصت من ضرونات ولكن كثرت لي بسكوي داكشي غير هاد الشهر بلا ما تغوتو، غير هاد الشهير هذا ما فيها بس. نردت بكلامكم قلتوا لي راه نقصي وبديت اكل الديسر، حنا نقصنا شويه ولكن صافي هاد الشهير ثاني شويه تشهينا داكشي وشرينا. المهم انا غنشارك معكم، دخلت البنات نيشان لبست اختطاب ليتي غسلت شي معينات كانوا عندي هنا. المهم دابا نشارك معكم شنو خديت. دونك ها نتوما، في الاول خديت الكفته اللي هي كنقول لكم راه كنمشي عليها تما كناخذها، كتكون رخيصه والكاليتي ديالها زوينه بزاف. من بعد هنايا خديت السوسيس، خديت هذا الحار تشهيناه كيعجبني هكا سوا سوطي سوا في لي ساندويتش اولا شنو ما درتوه كيعجبني. بعد مرات كنقطه ديال الاعشاب تيكون زوين. وهذا البنات ما عادش هذا اللي في الباكيه كيجيني احسن من انه هذا اللي كيتباع عندهم بالعبار. من بعد اختي خديت هاد النوغات، هذا البنات لقيت الثمن ديالو رخص من الزنقه. هنايا شوفوا فيه 530 غرام كيلوغرام، مهم يعني اكثر من نص كيلو، والثمن ديالو 26 درهم، وهو نورمالمون بنص كيلو راه ولا دابا ب 35 درهم برا، يعني راه موفرين واحد 10 دراهم هكاك. وديجا انا جربته وعجبني، ما كيعجبنيش اي نوغات البنات، ما كنبغيش اي واحد، ما تيعجبنيش اي واحد، هذا فاش جربته عندهم وعجبني ديال لا مارك داندي. دونك اختي من بعد تشهيت الكلاص، وانا غنقول لكم دابا شنو طرا ليا في الكلاص. الا لا مشيت غادي ناخذو حيت كارفور هي اللي كناخذ منها انايا الكفته، راكم عارفين ديما الكفته ديالهم هي اللي كتعجبني، ما بقيتش كنتقدم تما كاع غير الكفته البنات ضروري ما عندي ما ندير. وهنايا مشيت غادي ناخذ كلاص ياكو، ايوا اختي لقيته داير ب 31 درهم، وانا هاد الماركه عقل عليها ما فايتاش 20 درهم. كنقول ويلي ماما كنبان لكم شويه مضببه لحقاش كاين شويه ديال الدخان في الكوزينه كنت كنطيب. قلت لكم اختي عقل انا هاد الماركه ما فايتاش 20 درهم، بقيت كنقول للزوج ما يمكنش ما يمكنش، وكنا حنا ديجا غنمشي للمرجان تما قالوا لي البنات كاين دي بروموسيون داكشي وصافي. من تما قلت شنو ما غناخذوش من هنا خلينا نمشي للمرجان نشوف، كان نفس الثمن راه غناخذو. ملي مشيت للمرجان لقيتو قلت لكم ب 31 درهم في كارفور، في مرجان لقيتو ب 15 درهم زايدين 16 درهم تمام باش تاخدي واحد من هذا في كارفور تاخدي منه جوج في مرجان. ما فهمتش انا قلت لكم هذه القضيه لاحظتها شحال من مره، فاللي كتقدى تكون شويه مطوره ماشي على وديت الفلوس، راكم عارفيني ولكن باش ما نتقولبوش على وديت الفلوس. هذا كل لقيتو ب 50 درهم وكان هو فعلا غناخذو ما عنديش الاشكال، ولكن ما نتقولبوش ماشي يكون في بلاصه رخص وحنا يقولبونا في 20 درهم ولا 50 درهم راه ماشي سهله. ايوا صافي اختي مهم. وخديت البنات والله دابا 15 درهم خديت هذا، وخديت الموف ديال البيستاج تسناو ندير هادشي في الثلاجه ونكمل لكم. من بعد اختي تشهيت هنايا هاد الكورن فليكس البنات، عرفتوا شحال بيني وبينه ملي كنا صغار في دارنا كنا ديما هو اللي كنفطروا به، وحتى ملي كبرت كيعجبني هكا بعد مرات كنبغي ناكلو هكاك مع الحليب بارد ماشي حليب سخون. ايوا صافي تشهيت وخديتو هذا ديال الروز كان كيعجبني بغيت نرجع به الطفوله، ومن مرات هكا لانه انا ما كنفطرش بزاف البنات راكم عارفين ما عنديش مع الفطور، فهذا كيعجبني في الفطور يدوز ليا ماشي مشكل. من بعد خديت اختي هذا البسكويت كيعجبني البنات هكا مع قهيوه، هذا واعر احسن واحد، ما كيعجبنيش برانس هذاك يجيني احسن من برانس. دونك خديت غير الصغير ديالو. خديت من بعد هذا اكستريم، هذا البنات راه كيتباع عند مالين الزريعه واعر، اللي مجرباش تجربو كيدير جوج دراهم، وهذه باكيه فيها 5 ب 10 دراهم واقيله ناقصين فيها درهم. المهم هذا خصوصا هذا الاحمر كاين اللي فيه الكاوكاو وداكشي انا كيعجبني هذا. من بعد اختي خديت هنايا ميلكا شهيتها حتى هي هكا ديال الكراميل. صافي اختي وزدت هنايا غير اوريو، كنت شحال ما خديتوش ولقيتهم دايرين هذا البنات راه فيه 8 3 دراهم و10 ريال، نورمالمون الاخر داير 3 دراهم و10 ريال فيه غير 6، لقيت هذا فيه 8 خديت منه صافي. وخديت هكا زدت غير شي هكا بسكويات وزدت بيرلي باغا ندير به واحد التحليه صافي. وقيل هادشي اللي كاين. خديت باندوش، باندوش اول مره غنجربو ديال لامارك فايز واقيله، راه ديتو للدوش حتى المره الجايه نصورو لكم، ما فياش اللي يمشي لتما ويجي وكوكي كتلصق ليا على الدوش، الحليت باب ديال الدوش كتدخل ليا تما وكتفزك. ايوا صافي اختي مهم. هي من بعد كنتسنى الزوج يجي، مشى خرج
يجي ونمشيو نخرجوا نتعشاو برا. ديما انا النهار ديال التقضيه كنتعشى برا، ما تنقدرش اختي لانه كنجي يلاه كنستفد التقضيه، كتكون لي النهار كامل وانت من هنا لهنا لهنا، وكنجي عيانه صافي ما كنقدش نطيب. صافي وقلنا نمشيو ناكلو شي حاجه برا. واخا انا شوفوا كنبقى نقول شي حاجه شي حاجه، وانا كنموت على الشاورما. في الاخر كنمشي كناخذ الشاورما، انا عارفه راسي كندور ندور ندور كنمشي ناخذ شاورما لانه كنموت عليها. المهم غادي نشوف غادي نشوف ماما اختي تيجي ونخرجوا. وصافي البنات من بعد هنايا اختي خرجنا باش نتعشاو، غير ما كانت الدنيا عامره. ومن هاني استغلنا الفرصه حنا هنايا راه في خاو النقاشات مهمه. البنات عطو صافي كيعجبني فحال كما كنخرجوا كنجلسوا نتناقشوا نهضروا في افكار اكثريه ديال الخدمه، يعني فيما كانت عندي شي فكره الخدمه ولا هو كذلك كنجلسوا نهضروا فيهم نتناقشوا فيهم ناخذوا الراي ديال بعضياتنا بزاف ديال الحوايج. احنا اصلا كتخيلي تناقشي في الدار، ولكن تما ملي كتكونوا خارجين هكا كيكون العقل ديالكم يعني خاوي ما مبرطنش بزاف الحوايج وهذا. ايوا صافي اختي تناقشنا وجبدنا الافكار وهذا. وصافي اختي من بعد تعشينا عشر البنات كان فيه هنا المود ديال الجوع، ما كملتش الهضره كنقولوا صافي فيا الجوع. وكالعاده قلت لكم في الاخر خديت الشاورما، صافي البنات عندهم الشاورما واعره واعره واعره. وصافي غنسالي معكم الفيديو هنايا البنات، قبلوا عليا المشكل الصوت ما نعاودش نصور لكم فيديو تنصوب بالتليفون ان شاء الله. وبنقول لكم بالسلامه، تهلاو في راسكم، تلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش من لا جيم ولا كومونتير وتهلاو في راسكم.